كروكودايل. واو، انت بتعمل ايه؟ جوي يا بنت من هنا، جوكو واكلي. انت كده بتضرب السياحه. طب لمي نفسك بدل ما تتضرب انت. الله فيها يا بنت، انت بتشك فيا ولا ايه؟ ده انا لقيت الربربه ووقوق وانت بعيد. طب و بقول لك ايه، انا عايزه جلابيه كده تشبه قميص النوم، مفتحه من كل حته، البسها احس ان انا واقفه في البلكونه. اصل جوزي. يا فوزيه في ايه؟ واحنا جايين نتفسح ولا جايين نفتح يا فوزيه؟ اديني الجلابيه المقفله دي عشان هي ايه. هات لنا 2 كيلو ينسون. كفايه ينسون. 2 كيلو تمساح. يلا اهلا 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 اهلا. تعال عايز سيادتك تبص كده طمن طمننا حاجتك تمام، شنطتك تمام، كله تمام. مش مهم الشنطة، أهم حاجة عند الصورة دي. دي بنتك؟ أيوة. ربنا يحفظها ويرزقك وتفرح بعيالها وعيال عيالها. يا ريت. هي بقيتش معاك ولا إيه؟ مش هينفع تيجي معايا. فهمتك. انت بعد كده وزعتها عند حماتك واستفرد المدام في رحلة شهر عسل جديد. المدام متوفية. لا اله الا الله. انا اشرب فودكا، تشرب معايا ولا اعمل لك كاس ويسكي؟ لا كان فين بقى حضرتك من 15 سنة قبل ما بطل؟ ده انا كنت نافستك. يا راجل. لا لا كده مكنتش هقدر على نفسك انا. ايه يا راجل ده معقوله؟ بصراحه حضرتك متميز حبتين زياده يعني في الكحوليات. حضرتك جاي لوحدك ولا معاك المدام والاولاد؟